هاي المبادرة اللي تأسست، خلينا نحكي اللي صارت رسمية بال 2014 بجهود شبابية، الشباب اليوم اتحدوا انهم يخدموا مجتمعهم، انهم يفرغوا طاقاتهم في عمل ايجابي ليبنوا الوطن. مبادرة المبزمك لزمنا اليوم الفكرة، يعني كنت قاعد بالبيت وشفت انه في امور ما بتلزمنا من اواعي ومن كنب، وهذا الشيء موجود في كل بيت، فحبينا اليوم انه نطلق هاي المبادرة. اللي ما بلزمك بلزمني، أي شيء اليوم أنا ما بلزمني نأخذه ونحطه في غرفة. كنا عاملين غرفة في منطقة أبو نصير سميناها بنك ملابس أبو نصير، حطينا الأمور اللي ما بتلزمنا إحنا والمجتمع، خلينا نحكي وأهل منطقة أبو نصير، كنا نستصلح ونوزع. شهر رمضان هاي المرة مختلف عنا بالمبادرة ما بلزمك بلزمنا. إحنا اليوم موجودين في جاليري رأس العين، عاملين إفطارات ابتداء من اليوم الأربعاء لآخر يوم في شهر رمضان، بالإضافة لوجودنا في المطبخ وجميع المحافظات. جهودكم مشكورة، اليوم قاعدين بنقدمه برمضان وعلى مدار السنة عشان نقدر نوزع اليوم الأكل للناس المحتاجين. اليوم في يمكن أول إفطار وبكرة راح يكون الافتتاح الرسمي. اليوم تركيزنا انه نقدر نستقبل اكبر عدد من الاطفال، نكون معهم، نفطر معهم حتى بعد رمضان، نكون قريبين منهم، بالاضافه لجميع الفئات اللي ذكرناها. فبعتقد انه نسبه الفائده باللي ما بلزمك بلزمنا او يعني النجاح اللي حققناه، بعتقد يعني 80% على مستوى المملكه من محبه الناس ودعمهم. بدي أوصل رسالة للمجتمع بشكل عام اليوم إنه يهتموا بمثل هاي المبادرات، يكونوا داعمين لها، لأنه صدق أيام الدعم المعنوي بيكون كثير مهم وتحديداً لهاي المبادرات، وتخفف كمان عن المؤسسات خلينا نحكي الرسمية والحكومية، لنكون كنا اليوم إيد واحدة ونقدر نساعد مجتمع.